اهلا بكل حضراتكم من جديد. كل يوم والتاني نتفاجئ بان الست المصريه مسيطره، كل يوم والتاني نتفاجئ بان الست المصريه بتقتحم مجال من المجالات اللي العادي طول عمرنا بنستبعد جدا فكره ان احنا مجرد نشوف ان في عنصر نسائي في هذا المجال. في الفقره دي معانا نموذج مصري جميل جدا وطموح جدا، هي اول مدربه كره قدم للرجال اللي تحدد كل قيود لتصبح بالفعل هي اول مدربه معتمده من الاتحاد الانجليزي لكره القدم، كابتن فايزه حيدر اللي منورانا. صباح الفل عليكي واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن. انا سعيده جدا على المستوى الشخصي لان بجد البرنامج ده بيظهر قد ايه في نماذج زي ما كريم بيقول نسائيه قدرت انها تدخل مجالات مش مالوفه وتنجح فيها وتثبت نفسها بشكل كبير، فده اعتقد حاجه تفرحنا كلنا. هبدا معاكي بحبك لكل القدم، يعني نبدا من هنا وبعدين نشوف المسيره مشيت ازاي. انت بتحبي كره القدم جدا صح؟ اكيد. نبدا من هنا بقى، وانت صغيره ازاي اكتشفتي حبك ليها وعملتي ايه خطواتك، كانت ازاي في البدايه؟ والله البدايه هي كانت موهبه والناس كلها كانت رافضاها وشايفه ان انا بعمل حاجه غير مألوفه مش طبيعيه، كاني كائن فضائي نزلت الارض. فالناس كانت شايفه ان بنت واحده بتلعب في وسط كل الولاد، ما كانش في ولا بنت بتلعب كره قدم في المدرسه. كنت بتلعبي كوره مع الصبيان في الشارع 5 سنين ومامتي بقى كانت يعني لو كده بقى ده العقاب الاليم، ان انا لو نزلت لعبت نص ساعه في الشارع. والناس بقى بتنتقد والمجتمع والولاد نفسهم، ايه ده انت غريبه قوي ازاي كده. بس لما لقوا ان الموضوع موهبه ابتدوا الولاد يتخانقوا مين هيلعب مع فايزه، انت لعبت مع فايزه امبارح فانا هلعب معاها النهارده. يا سلام. وطول الوقت بقى انا الحمد لله كنت بكسب لان انا الموضوع مش 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 لعب وخلاص، انا موهوبه في كره القدم. وكانت فكرتهم في لعبه كره القدم ان هم يلعبوا كره على فلوس واحنا صغيرين. يا جماعه فلوس ايه؟ فالمهم ربع جنيه ونص جنيه زمان وكنت بكسب. بس الخوف انك ترجع بقى تقول ان انا بقى مثلا معايا 2 3 جنيه هوديهم فين؟ فكنت اعمل حفره كده وادفنهم وما ارجعش الاقيهم، هم مش مهم الفلوس المهم ان انا بلعب.